هل حب دوار الشمس والفصفص اللي يجي لونه أسود هل هو مفيد؟ الحقيقة أن كل 30 جرام منه تعطيك 37% من احتياجك اليومي من فيتامين E أو H، يعطيك 10% من احتياجك اليومي من النياسين فيتامين B3، ويعطيك 17% من احتياجك اليومي من الفوليك، و 10% من احتياجك اليومي من الزنك، 30% من احتياجك اليومي من المانجنيز، 31% من احتياجك اليومي من السيلينيوم، و 6% من احتياجك اليومي من الحديد، و 26% من احتياجك اليومي من النحاس، يعطيك 20% من احتياجك اليومي من بانتوثونيك أسيد. علّف فوائد أيضا أخرى من أهمها مكافحة الالتهابات. طبعا أجري الدراسة على 6000 شخص يأكلون في الأسبوع 5 مرات، يعني 5 أيام في الأسبوع، وجدوا أن اللي نعرفه عندنا في الطب اسمه C-reactive protein من أهم مؤشرات الالتهاب في الجسم، انخفض بنسبة 32%. أضف إلى ذلك الدوار الشمس غني بالأحماض الغير مشبعة الصحية، لينوليك أسيد. في اللينوليك أسيد هذا اللي من ضمنها يصنع مادة تشبه الهرمون، تعمل عملية ارتخاء وريلاكس للأوعية الدموية، أو هذه تنقص من ضغط الدم وتعزز جرائن الدم، وأيضا الدهون غير مشبعة تنقص الكوليسترول، فهي بمجملها تدعم صحة القلب الوعائي، قلبك وأوعيتك الدموية. أجري الدراسة على ناس يستخدمونه كجزء يومي لمدة 3 أسابيع طبعا من طعامهم، وجدوا أن ضغطهم الرقمي اللي تحت ينزل 5، هذا واحد. أضيف على ذلك الدهون الضارة أو الكوليسترول الضار LDL نزل 9%، والدهون الثلاثية اللي تسبب الجلطات وتجيب السكر من النشويات نزلت 12%. الحقيقة فوائده أكثر من كذا، لكن ننتبه أن ما نكثر فيه. لاحظ الكلام كله هذا على 30 جرام في اليوم. دائما أخذها قاعدة، الاعتدال في كل شيء مهما كان مفيد مطلوب.